لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: المبحث الرابع، الملائكة والكفار والفساق. سبق أن قسم هو الفصل الثالث إلى أربعة مباحث، وهذا الفصل الثالث كان عنوانه الملائكة والإنسان، وكان المبحث الأول الملائكة وآدم، وكان المبحث الثاني الملائكة وبني آدم، وكان المبحث الثالث الملائكة والمؤمنون، واليوم نقف مع المبحث الرابع الملائكة والكفار والفساق. يعني علاقة الملائكة بهذا الصنف من الناس وهم الكفار والفجار والفساق. قال: وضحنا فيما سبق موقف الملائكة من المؤمنين، وقد اتضح من خلال ذلك موقفهم من الكفر. يعني من خلال عرض موقف الملائكة من المؤمنين، محبة وولاء ونصرة، من هم أعداء المؤمنين الذين هم في موالاة للمؤمنين في مقابلهم، في نصرة المؤمنين في مقابلهم؟ الكفار. قال: فهم لا يحبون الكفرة الظالمين المجرمين، بل يعادونهم ويحاربونهم ويزلزلون قلوبهم، كما حدث في معركة بدر والأحزاب. قال: ونزيد الأمر هنا تفصيلا وإيضاحا بذكر ما لم نذكره هناك. يعني إن كان مفهوم من علاقة الكلام مع علاقة الملائكة بالمؤمنين، يعني بغض الملائكة للكفار وعداوتهم لهم، لكن نحتاج إلى شيء من التفصيل في ذلك. قال: واحد، إنزال العذاب بالكفار. يعني من مواقف الملائكة تجاه الكفار أنهم ينزلون بهم العذاب بأمر الله تعالى. قال: عندما كان يكذب رسول من الرسل ويصر قومه على التكذيب، كان الله ينزل في كثير من الأحيان بهم عذابه، وكان الذي يقوم بالتعذيب أحيانا الملائكة، هم الذين أحيانا يقومون هم بالتعذيب الملائكة بأنفسهم. وذكر هنا مثال، قال: إهلاكهم قوم لوط. وإن كان يعني الإخوان اللي معهم الكتاب، لو حد معه كتاب، يعني أنا أراها والله أعلم يعني خطأ في التنسيق، يعني من الناس بتوع الطباعة والله أعلم، يعني إن رقموا إهلاك قوم لوط برقم 2، لا، في الحقيقة إهلاك قوم لوط مثال على إنزال الملائكة العذاب بالكفار، وهذا مثال، وهو إهلاكهم قوم لوط. قال: جاء الملائكة المأمورون بتعذيب قوم لوط في صورة شبان حسان الوجوه، واستضافهم لوط عليه السلام، ولم يعلم قومه بهم، أسف، ولم يعلم قومه بهم، يعني قوم لوط عليه السلام ما كانوا يعرفون أنهم حضروا. فدلت زوجة لوط قومها عليهم، فجاءوا مسرعين يريدون بهم الفاحشة، فدافعهم لوط وحاورهم فأبوا عليه، فضربهم جبريل بجناحه، فطمس أعينهم وأذهب بصرها. ده أول العذاب، لما قعدوا يخبطوا على يعني ويضربون باب نبي الله لوط عليه السلام، يريدون الضيفان، وهو يكلمهم وينصحهم: أليس منكم رجل رشيد؟ هؤلاء بناتي، ونحو ذلك، وهم لا يرجعون. فقام جبريل وضرب وجوههم بطرف جناحه، طرف جناحه فقط، فطمس أعينهم، رجعوا والعياذ بالله مطموس العيون. نعم. قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. يعني لما جاءت الملائكة في هيئة شباب حسان، وما كان يعرف أنهم ملائكة، فقال: دول شباب حسان جايين ضيفان عندي، وقوم المجرمون يعني يفعلون الفحشة بعموم الرجال، فكيف بالشباب الحسان؟
وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هؤلاء بناتي يعني بنات القوم، المقصود به أنه يقول لهم ارجعوا إلى نسائكم، ارجعوا إلى زوجاتكم، هؤلاء بناتي. فالنبي أبو القوم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا منكم بمنزلة الوالد، أنا منكم بمنزلة الوالد. وهذا هو المعنى هؤلاء بناتي، وليس هو معنى أنه يعرض عليه عليهم بناتهم، ونعوذ بالله من هذا المعنى. نعم. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. مجرمون، يقولوا إحنا مش زوجاتنا مش زاهدين فيهم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لأنه ما كانش منهم، كانش من هؤلاء القوم، ليس له فيهم نسب ولا عشيرة. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. انظر إلى نصر الله لأوليائه بالملائكة. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ولذلك جبريل أول العذاب ضرب هؤلاء المتجمهرين على باب النبي لوط بطرف جناحه فطمس أعينهم. قال ابن كثير وذكروا أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحهم فطمست أعينهم حتى قيل غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا أثر. قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. والطمس الإزالة، الطمس الإزالة يعني بقاش في مكان للعيون. وفي الصباح أهلكهم الله تعالى، يعني كانوا ينبغي أن يفكروا مثلا ويقولون من هؤلاء الذين يعني فعلوا بنا هذا العذاب، ولابد أن هذا نبي وأن هو محفوظ وكذا. أبدا، ما تابوا والعياذ بالله. ولذلك في الصباح أهلكهم الله تعالى. قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. من الذي فعل ذلك؟ الملائكة، وقيل جبريل تحديدا. قال ابن كثير في تفسيره قال مجاهد أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم، سرحهم مسارح الغنم والإبل ونحو ذلك اللي كانوا فيها، أخذهم وأخذ أرضهم كلها، سدوم كلها خلعت من الأرض هكذا، أخذها جبريل حملهم بمواشيهم وأمتعتهم ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم كفأها، نسأل الله العافية، ثم يعني شلهم لغاية السماء فوق وأبدهم في الأرض، وكان حملهم على خوافي جناحه الأيمن. وذكر أقوالا مقاربة لهذا القول يعني ابن كثير، ولم يورد حديثا يشهد لهذا. أي اجتهادات موجودة عن يعني مفسرين رحمهم الله تعالى في أن الملائكة تولوا تعذيبهم، هذا منصوص عليه في القرآن، لكن صورة التعذيب هي التي اجتهاد من العلماء، وأن الملائكة عذبوهم ونكلوا بهم، وهذا نوع من علاقة الملائكة بالكفار والفساق والفجار، إن علاقتهم بها علاقة عداوة، علاقتهم علاقة الملائكة بهم علاقة عداوة ومحاربة وتناحر. قال لعن الكفرة أيضا يعني مما يتعلق بعلاقة الملائكة بالكفرة أنهم يلعنونهم، ويلعنون الفساق أيضا والعصاة الفجار أيضا، يعني الملائكة مش بيلعنوا الكفار فقط، ويلعنون الفساق والفجار من المسلمين كما سيأتي. قال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
فيلعن الله عز وجل الكفرة ويأمر ملائكته أن يلعنوهم، فالملائكة تلعن الكفار طاعة لله عز وجل موالاة لله ورسوله والمؤمنين. أين؟ قال: ولا تلعن الملائكة الكفرة فحسب، بل قد تلعن من فعلوا ذنوبا معينة، يعني من المسلمين. ومن هؤلاء ألف قال: لعن الملائكة المرأة التي لا تستجيب لزوجها. المرأة الناشز، المرأة الناشز، وده مثال اللي هيأتي فقط. فالنشوز عموما العلماء يقولون هو يقاس ذنب النشوز بعمومي، صور النشوز بعمومي على هذا هذه المعصية، وهي يعني إباء المرأة دعوة زوجها إلى فراشه. قال: ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية في الصحيح حتى ترجع. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه يعني للجماع فأبت أن تجيء، وليس لها عذر، وليس لها عذر، فأبت أن تجيء وهي غير معذورة، لعنتها الملائكة حتى تصبح، تفضل طول الليل الملائكة تلعن فيها والعياذ بالله. إذا الملائكة تلعن بعض المسلمين، نعم، الذين يفعلون بعض المعاصي مثل هذه المعصية. وفي رواية في الصحيح حتى ترجع، يعني حتى تتوب عن هذا وترجع عن إبائها ورفضها. فإذا يعني أنا هامش الكلام أن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فيه حتى تصبح، يقول العلماء خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له كما يقول العلماء، يعني ما يقيدش بلفظ الوارد فيه، بمعنى أنه قوله حتى تصبح مفهومه يعني بالليل، بالليل في الليل، أنه هو طلبها في الليل، وهذا غير مراد، وإنما هو مخرج غالب. يعني ماذا؟ إن غالب طلب الرجال للنساء يكون بالليل، وإلا لو طلبها بالنهار فأبت باتت الملائكة تلعنها، يعني صارت الملائكة تلعنها، باتت يعني صارت تلعنها الملائكة حتى ترجع عن ذلك. يعني على هذه القاعدة يعني كثير من الأحوال، زي مثلا حديث لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، وزوجها شاهد يعني إلا بإذنه، يعني لو هتصوم صوم نافلة لا يجوز لها أن تصوم النافلة إلا بإذن الزوج، لو كان شاهد يعني ماذا؟ حاضر، مش مسافر، يعني مش مسافر. هذا أيضا خرج مخرج الغالب، مخرج غالب برضو، يعني ماذا؟ العلماء يقولون حتى ولو كان غائبا مش شاهد، فقال لها لا تصومي يوم كذا، فلا ينبغي لها أن تصوم. لماذا؟ لأنه قد يريدها في هذا اليوم. الغرض يعني أن هذا خرج مخرج الغالب. باء قال: لعنهم الذي يشير إلى أخيه بحديده، إن أيضا الملائكة من أحوالهم في اللعن للكفار طبعا أولا، ثم الفساق أيضا لبعض الذنوب، لعنهم الذي يشير إلى أخيه بحديده. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ما ينبغي لمسلم أن يشير إلى أخيه بحديد، سواء كان بعداوة أو حتى مزاحا، لا يجوز له ذلك. وطبعا كل ما يكون بعداوة الذنب أعظم، ويعني والمقصود طبعا أن يشير إلى أخيه بحديدة من غير داعي، من غير داعي، وإلا قد يشير المسلم لأخيه بحديدة إذا حصل نوع من الاقتتال المشروع، زي قتال البغاة، المسلم قد يقاتل أخاه المسلم الباغي ويرفع الحديدة في وجهه ويؤجر على ذلك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي. فهنا رفع الحديدة مشروع، أما المقصود هنا في الحديث أن يرفع الحديدة في وجه أخيه بغير حق، ومنه المزاح، المزاح
لا يبيح للإنسان أنه يرفع الحديدة في وجه أخيه، زي بعض الناس في سفاهة والعياذ بالله أنه يمسك السكينة ويقول له ها أضربك ونحو ذلك، أو يمسك شيء حد أو حديدة أو نحو ذلك يقول له أضربك، بل بعضهم من السفاهة بمكان أنه يمسك مسدس، ممكن يعني يمسك ممكن مسدس أو آلة نارية ويقول له أضربك، إيده تلمس البتاع خلاص. ولذلك يقول: ولعن الملائكة يدل على حرمة هذا الفعل لما فيه من ترويع لأخيه، ولأن الشيطان قد يطغيه فيقتل أخاه، خاصة إذا كان السلاح من هذه الأسلحة الحديثة التي قد تنطلق لأقل خطأ أو لمسة غير مقصودة، وكم حدث أمثال هذا. إذن الملائكة تلعن الذي يفعل هذا، ولذلك كثير من الناس لا يدري هذا، وزيك تلاقي كثير من الناس ماسك حاجة وعمال يخوف أخوه ومش عارف يعمل، وبعضهم يقول لك ده بعمل له مقلب وبعمل فيه مش عارف مقلب ونحو ذلك. لا، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، فإن الملائكة تلعنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ليس منا من أشار إلى أخيه بحديدة. أيضا من صور لعنهم لبعض أصحاب المعاصي لعنهم من سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لعنهم من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي معجم الطبراني الكبير عن ابن عباس بإسناد حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعوذ بالله، ده شعب وشعوب قائمة في الأرض الآن، وقبل ذلك شعوب قائمة على سب الصحابة والعياذ بالله. هذه الدولة الفارسية الإجرامية، إيران وما حولها من تشيع والعياذ بالله تنشره، يتعبدون بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول الشيخ: فيا عجبا لأقوام جعلوا سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دينا لهم يتقربون به إلى الله، مع أن جزاءهم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هو جزاء رهيب، نعوذ بالله، لعن ربنا والملائكة والناس، نعوذ بالله. والعجيب أن هؤلاء المجرمون يتقربون بأدعية يسمونها أدعية، في بسب يسموه أدعية، سب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر خصوصا وعائشة وحفصة، يعني من أدعيتهم المزعومة الإجرامية بالسب أنهم يدعون في يعني صلواتهم: اللهم لعن صنمي قريش وابنتيهما. صنمين قريش يعني أبو بكر وعمر، وابنتيهما يعني عائشة وحفصة، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا من لعن الملائكة لأصحاب المعاصي والذنوب لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله، اللي بيمنعوا تطبيق أحكام الله في الناس. قال: ففي سنن النسائي وسنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عمدا فقود يديه، من قتل عمدا فقود يديه، يعني يقاد من يديه إلى أهل المقتول، من قتل عمدا فقود يديه، يعني يعطى لأهل المقتول فيقتلوه. كان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك رجع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك الأمر إلى ولاة الأمور وحكام المسلمين. فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن حال بينه وبينه يعني ماذا؟ يهربوا الشخص اللي قتل ده، ومش عايزين يخلوه يتحاكم، مش عايزين يخلوه يتعاقب، يهربوه ما ينفذوش في العقوبة، نعوذ بالله، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: فالذي يحول دون تنفيذ حكم الله في قتل القاتل عمدا بالجاه أو بالمال فعليه هذه اللعنة، فكيف بالذي يحول دون تنفيذ الشريعة كلها؟ يعني الشيخ بيعقب بيقول: أمال يعني اللي أصلا يمنع إقامة حكم في إنسان يستحق الحكم ده، ده عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فكيف بالذي يمنع شريعة بأكملها أن تقام في الناس؟ نسأل الله العفو والعافية. أيضا من يعني لعنهم الذي يؤوي محدثا، لعن الملائكة للذي يؤوي محدثا. قال: من الذين تلعنهم الملائكة كما يلعنهم الله
الذين يحدثون في دين الله، أهل البدع المجرمين، خصوصا طبعا البدع المكفرة الفاجرة. قال الذين يحدثون في دين الله بالخروج على أحكامه والاعتداء على تشريعه أو يؤبون من يفعل ذلك ويحمونه، كما في الحديث الصحيح: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والعياذ بالله. فكما ذكرنا كأهل البدع المضلة والمكفرة والعياذ بالله قديما وحديثا، قديما مثل الخوارج والشيعة الرافضة الغلاة والعياذ بالله الذين والعياذ بالله يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في أحكام الدين ويستحدثون شركيات والعياذ بالله. فكل هذا والعياذ بالله إحداث في دين الله، أو يؤون محدثا، هم يؤوا المجرمين أصحاب البدع ويمجدوهم ويعظموهم ويسموهم آيات الله ونحو ذلك، نعوذ بالله من ذلك. أو حتى في الفرق الحديثة كأهل التشكيك والعياذ بالله، وما يدعون ما يسمى بالبحث العلمي فيما يزعمون، يطعنوا في الصحابة ويطعنوا في الدين ويطعنوا في الأحكام من باب البحث العلمي، نعوذ بالله من ذلك، سواء كانوا إعلاميين أو كتاب أو نحو ذلك. هؤلاء كلهم يدخلون في هذا الحديث، من أحدث حدثا أو آوى محدثا، أو اللي بيجيبهم في الفضائيات بتاعته ويجيبهم يقعدوا يتكلموا، من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: والحدث في المدينة فيه زيادة في الإجرام. ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم ما بين عيص إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الزيادة بقى لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا، والعياذ بالله. فتخيل الذين يؤون بقى الفجار وأهل المعاصي، الفجار والعصاة في المدينة، وصرنا نسمع في هذا الزمان في المدينة وفي مكة، يعني نسأل الله العافية، إيواء والعياذ بالله، فجار وعصاة وأصحاب يعني أفكار، يعني والعياذ بالله، يعني هذه الأفكار تحارب الإسلام وأهله، نعوذ بالله. آخر ذلك قال: طلب الكفار رؤية الملائكة. هو عنوان الشيخ يعني والله أعلم، يعني لعل كان يعني من الأنسب والله أعلم، إن يعني إنه من مواقف الملائكة تجاه الكفار، أي أنهم عندما يطلبون رؤية الملائكة يكون الأمر على غير ما يحبون، يكون الأمر على غير ما يحبون. فالكافر ممكن يطلب رؤية الملائكة، ممكن يطلب رؤية الملائكة، بيطلبها نوع من الإيش؟ تعديز. يقولون للأنبياء والمرسلين: أرونا الملائكة. ده بعضهم قال يعني والعياذ بالله أرونا الله، والعياذ بالله. قال: وقد طلب الكفار رؤية الملائكة للتدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم الله، وإحنا سبق في أول الكتاب، إن الملائكة خلق من نور ما رأهم أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما الحديث بتاع أسيد بن حضير وغيره، كل دي مش الهيئة الملائكية التي هم عليها، إنما هذه أثار لهم، أو إنهم يتخلقوا في صورة بشر أو نحو ذلك. يقول: وقد طلب الكفار رؤية الملائكة للتدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم الله أن اليوم الذي يرون فيه الملائكة يوم شؤم عليهم، إذ الكفار يرون الملائكة عندما يحل بهم العذاب، أو عندما ينزل بالإنسان الموت ويكشف عنه الغطاء. هنا بقى يشوفوا الملائكة، كل الناس في الوقت ده بيشوفوا الملائكة، ملك الموت والملائكة الموت بيتشافوا ساعتها، لكن الكفار سيرونهم في مشهد أسوأ ما يكرهون، نسأل الله العافية. قال تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا، ويقولون
حجرا محجورا، يعني الملائكة هي اللي تقال لهم كده. يعني لما يشوفوا الملائكة بقى وهم بيعذبوهم في الآخرة بقى، يقوم الملائكة يقول لهم حجرا محجورا، يعني ممنوع عليكم الفلاح، من الحجر المنع، ممنوع عليكم الفلاح، إنما الخسارة والهلاك والبوار، لا فلاح لكم، حجرا محجورا، نعوذ بالله. خلاصة يعني هذا الفصل أو المطلب أن مواقف الملائكة تجاه الكفار تعبر عن البغض والكراهية لهم، وهم في ذلك يقيمون أمر الله عز وجل ويوالون الله ورسوله والمؤمنين. بقي لنا من الكتاب الفصل الرابع، وهو يعني فصل شيق، وفي خاتمته يعني في الحقيقة لا، الفصل الرابع والفصل الخامس، الفصل الرابع والخامس، الفصل الخامس أيضا فصل شيق جدا قصير، المفاضلة بين الملائكة وبني البشر، سيأتي عليه الحديث إن شاء الله في مرة قادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.